السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتعرف على برنامج جديد وهو عبارة عن Inline Performance Program. في هذا البرنامج راح نوجد البرفورمانس لأي ترانسميشن لاين عن طريق هذا البرنامج. مثل ما تعرفنا سابقا على برنامج الترانس بروجرام أو جدنا من خلاله الإكويفالنت سيركت لأي ترانسفورمر عن طريق الأوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست اللي عملناها عليه، أوجدنا الإكويفالنت سيركت لهذا الترانسفورمر. في عنا في هذا البروجرام راح نوجد البرفورمانس لأي ترانسميشن لاين. أيضا ممكن نستخدم الكومبنسيشن ميثودز ونشوف التأثير اللي راح تعمله على هذا الترانسميشن سيستم، وممكن أيضا نحصل على كيرفات مثل اللي هو الفولتج بروفايل أو الكابابيليتي كيرف أو اللودابيليتي كيرف. في عنا هذا الإكزامبل، هو إكزامبل 5.9 موجود في كتاب هادي سعدات. عندنا 3 فيز 60 هرتز 550 كيلو فولت ترانزميشن لاين، طوله 300 كيلو متر لونج. طبعا هو عباره عن لونج لينك ترانزميشن لاين. البارامترز لهذا الترانزميشن لاين معرفات عندنا بهذا الشكل. عندنا قيمه المقاومه اوم لكل كيلو متر، قيمه الاندكتانس بالملي هنري لكل كيلو متر، وقيمه الكباسيتانس بالمايكرو فاراد لكل كيلو متر. يعني هي عباره عن ديستريبيوشن بارامترز. عندنا المطلوب الاول بدنا نوجد اللاين بيرفورمانس. لما عند الريسيفنج اند بوينت نحط لود قيمته 800 ميجا وات، والباور فاكتور عندنا 8 بالعشرة باجي، وجهد الريسيفنج عندنا 500 كيلو فولت. يعني هاي بدنا نشوف كيف الشكل او كيف راح نمثل هاي الحاله. هاي عندنا الباس اللي هو السينج اند بوينت، هاي عندنا البي اس، هاي عندنا هون الفي ار، هاي عنا احنا اللود اللي جينا حطيناه قيمته 800 ميجا وات و 8 بالعشرة باور فاكتور، قيمة البي ار هي 500 كيلو فولت. طبعا هاي الترانسميشن لاين عبرنا عنه قيمة الار والال والسي، هي البارامترز لأي ترانسميشن لاين. فراح ننتقل الان للبرنامج عشان نشوف كيف راح نمثل هاي الحالة. نيجي للبرنامج. اول شيء كنا اي برنامج استخدمناه سواء كنا نستدعي هذا البرنامج، فعشان نستدعي اللاين بيرفورمانس بروجرام نكتب لاين بير، فراح نستدعي هذا البرنامج. اول شيء راح يعطينا هاي الليست، ففي هاي الموجود عندنا هون راح نختار حسب الترانسميشن لاين كيف مثله. فعندنا ممكن نمثل الترانسميشن لاين عن طريق بارامترز لكل يونت لينكث، ممكن يعني اعطانا قيمه الاوم، قيمة الجي، قيمة الال والسي، ممكن يعطيك اياها قيمة زد واي، او ممكن نعطيك اياها كنومينال باي او الاكويفالنت باي موديل، او ممكن نعبر عن هذا الترانسميشن لاين بالاي بي سي دي كونستانس. او الحالة الخامسة زي ما تعرفت عليها سابقا في الشابتر السابق، انه ممكن يعطيك كونفيجوريشن لهي الكوندكترز وانت توجد الار بالال والسي عن طريق هاي الكونفيجوريشن. واللي بيخليك تحدد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة هي المعطيات الموجودة عندنا في السؤال. فحسب احنا هذا الترانسميشن لاين ممثل عندنا في R و L و Z، يعني راح نختار واحد. أول اشي طلب منا ندخل قيمة طول الترانسميشن لاين. في عندنا طول الترانسميشن لاين هو 300 كيلومتر، الهيرز اللي شغال عليه هو 60 هيرز، قيمة الـ R هنا الـ R اللي راح ندخلها لكل يونت لينك، يعني في الار وحدتها اوم لكل يونت لينك. هاي مهمه جدا، يعني لو اعطاك اياها في السؤال ممكن يعطيك اياها اوم، فلازم طول الترانسميشن لاين قيمه الاوم تقسمها على طول الترانسميشن لاين. قيمه ال هنا بالملي هنري لكل يونت لينك بالملي، يعني اذا كان برضه نفس الشيء اعطاك اياها بالمايكرو لازم تحولها، لانه هيك البرنامج هذا مصمم على هاي القيمة. نفس الشيء عندنا قيمة السي معرفة بالمايكرو فاراد. طبعا كوندكتنس هون عندنا زيرو. طبعا بما انه احنا عندنا ار وال وسي، انك عرفت عليه هاي القيم فهو راح يعتبره اما ميديوم او لونج، فانت لازم تحدد حسب طول الترانسميشن لاين عندك. مع انه 300 كيلومتر اكثر من 250 كيلومتر فراح نعتبره لونج ترانسميشن لاين. فاول شيء شو اعطانا؟ الزد فتحه والواي فتحه. الزد فتحه والواي فتحه احنا لما نيجي نمثل
اللونج ترانسميشن لاين ممكن نمثله اللي هو بالباي موديل. فعن طريق الباي موديل كان في عندنا قيمه الزد فتحه والواي فتحه. يعني هسه لو ترجع للكتاب في عندنا كيف اوجد الزد فتحه والواي فتحه، رح تشوفها وتعرفوا ايش هي فيهم بتمثل. الزد سي هي عباره عن الكاركترستيك امبيدنس لهذا الترانسميشن لاين، الالفا والبيتا جميع هاي بتمثل اللي هي اللونج ترانسميشن لاين. الاي بي سي دي كونستانس هاي للترانسميشن لاين اعطانا اياها. هسه عشان نكمل نضغط انتر فراح يعطينا هاي الليست الثانيه اللي هو عندنا البيرفورمانس للترانسميشن لاين. اول حاله انت شو المطلوب منك، راح تختار واحد من هاي الارقام زي ما شفنا الانبوت، نفس الاشي في هاي الحاله. في عندنا احنا بدنا نوجد ايش؟ بدنا نوجد اللاين بيرفورمانس لما يكون عندنا الريسيفنج اند معلوم. فاحنا شو راح نختار هنا؟ بدنا نوجد السيندنج اند كوانتيتيز لما الريسيفنج اند ميجا وات والميجا بار سبيسيفايد يعني معروفات، فراح نختار رقم واحد. من الريسيفنج اند لاين تو لاين كيلو فولت هي عباره عن 500 كيلو فولت. الجهد راح نعتبره طبعا احنا غالبا بنعتبر الريسيفنج اند بوينت هو الجهد صفر اذا بدأنا من عنده عشان نوجد السيندنج اند بوينت. الميجا وات معطينا اياها 800. طبعا هون الميجا بار طبعا هو معطينا ميجا وات ومعطينا الباور فاكتور، نيجي على 800 بنضربها ضرب تان لكوساين الانفرس لل 8 بالعشرة بتطلع لنا 600 ميجا بار. طبعا اذا كان لاجنج راح نختار بوزيتيف، واذا كان ليدنج راح نختار نيجاتيف. هاي بالنسبه للسؤال الاول. ففي هاي الحاله بنشوف شو اللي طلع عندنا، النتائج اللي طلعت عندنا هاي البي ار والبي ار والاي ار الكيو ار هاي جميعها انا دخلتها. قيمه الاي ار اوجد لي اياها وعند بانه عندنا الباور فاكتور 8 بالعشرة، فهي قيمه الزاويه راح تكون هون. هاي ال VS اللي اوجد لي اياها وقيمة ال angle اللي بين VS وال VR اللي هي 15.5762، قيمة تيار السيندنج هو 903.113 امبير. فبنشوف انه تيار ريسيفنج عندنا صار 1154، يعني بنقدر نوجد هون عن طريق الفرق ما بين هذول الاثنين اللي هو التشارجنج كارنت. وهي عندنا الباور فاكتور للسيندنج البي اس والكيو اس اللي هي سيندنج اند باور، والبي لوسز اللي هي في الترانسميشن سيستم والكيو لوسز عندنا. اوجد كمان اهم قيمتين اللي بيمثلن اي ترانسميشن لاين اللي هو الفولتج ريجوليشن والافيشنسي للترانسميشن لاين. فنرجع كمان مره للبرنامج. فهي بالنسبه للمطلوب الاول. في المطلوب الثاني عكس، هسه بدنا نوجد الريسيفنج اند كوانتيتيز. اذا اعطانا السيندنج اند كوانتيتيز اعطانا انه راح سيندنج اند الباور والرياكتيف باور راح تكون 600 ميجا وات و400 ميجا بار عند 525 كيلو فولت. فهنشوف كيف راح نمثل هاي الحاله. هاي الحاله بتمثل اللي هي رقم 2. في رقم 2 بيكون تو كالكوليت ريسيفنج اند كوانتيتيز اذا اعطانا سيندنج اند كوانتيتيز، فراح نختار رقم 2. فعندنا قيمة الجهد 525 طبعا بالكيلو فولت، رح نعتبره الريفرنس زيرو. الميجا وات 600 والميجا بار 400. هاي اعطانا البيرفورمانس لهذا الترانسميشن لاين في هاي الحالة. هاي البي اس والبي اس هاي اللي انا دخلت والكيو اس، فهي انا اوجدت الفي ار والاي ار والبي ار والبي لوسيز والكيو لوسيز والريسيفنج اند رياكتيف باور والبرسنتج فولتج ريجوليشن والترانسميشن لاين افيشنس. بالنسبه للمطلوب الثالث، بدنا نوجد السيندنج اند كوانتيتيز لما اللاين بيرفورمانس لما عندنا الريسيفنج اند لود امبيدنس يكون قيمته 290 اون. هسه لو جينا على هذا الترانسميشن لاين مثلا حطينا هنا لاين امبيدنس طبعا يعني قيمتها ار بس 290 اون. بس احنا في اول اشي اوجدناه اول ما دخلنا قيمة الار والال والسي اوجد لي هاي البارامترز بالنسبة اذا تعرف على باي موديل، اوجد لي قيمة الالفا والبيتا واوجد لي قيمة اللي هي زد سي. لو تيجي لقيمة زد سي هي راح تلاقيها نفسها 290 اون.
فإذا بدنا نشوف الـ behavior أو الـ performance لهذا الـ transmission line، إذا إحنا بنحط عليه لون قيمته زي قيمة اللي هي الـ characteristic impedance اللي هي راح نعرفها بالاسم هي الـ SIL Research Impedance Loading. فراح ندخل للبرنامج، فهي عنا رقم 3 بحكي لي عشان نوجد السيندينج اند كوانتيتيز وين ذا لود امبيدنس از سبيسيفايد. طبعا هون راح يكون 500 كيلو فولت اللي هو ريسيفنج اند لاين تو لاين فولتج، هون زيرو. طبعا قيمه الار هون 290 اوم. هاي اعطانا قيمة الـ VR 500 كيلو فولت، الـ IR 995 امبير والباور فاكتور 1، مع انه احنا عندنا ريزيستيف لود. الـ VS 507 كيلو فولت، وهي اللود انجل الـ IS والـ VS والـ QS والـ B لوسز والـ Q لوسز، هاي المعرف عندنا. هو لو جينا وضعنا قيمة الـ ZC بالضبط لازم يكون قيمة الـ VS هي نفسها راح تكون قيمة الـ VR، والـ QLSS في هاي الحالة راح تكون عندنا 0، فهي هي اللي بتمثل حالة الـ Surge Impedance Loading. يعني في الاعتماد على هاي الحالة لو جينا نرسم الـ Voltage Profile لهذا الـ Transmission Line، فراح يكون يعني تقريبا بهذا الشكل اللي هي في حالة الـ SIL. هسا احنا راح نوجد، راح نطلع رسمة الفولتج بروفايل طبعا لها كل حالة طبعا، بس خلينا نبدأ في حالة حالة. ففي حالة الـ SIL راح يكون الجهد على أي نقطة هو نفسه جهد الـ V sending، يعني sending end point هو نفسه راح يكون الـ receiving end point. هذا بالنسبة للنقطة C، يعني هو ما يعني حط قيمة الـ 290 أوم بس من فراغ عشان توجد قيم الـ sending end ولا receiving end quantities. طبعا لكل قيمة لها معنى. فعنا بالنسبة للفرع دي، في الفرع دي بدنا نوجد الـ receiving end voltage لما يكون عندنا الـ receiving end point open circuit، ما في عندنا أي load. هاي لو جينا مثلا هون عندنا VS، هون في عندنا VR، ما في عندنا أي load. في حالة الـ no load في عندنا نحن طبعا مثل لو مثلناها في باي موديل، كان عندنا هون مقاومة كمان واللي هي RL. طبعا هاي البراميترز اللي انتو دخلتوها قبل شوي. في عندنا في حالة النو لود هو عبارة عن الشارجنج كارت، هو اللي راح يجي من مين؟ من الكاباسيتيف افكت اللي من هون. ففي عندنا احنا هذا الشارجنج كارت شو يعني راح يعمل؟ راح يخلي الجهد الريسيفينج اكبر من جهد السيندينج. فاذا صار عندنا الجهد الريسيفينج اكبر من جهد السندنج، فاتجاه الرياكتيف باور راح يصير من الريسيفنج اند بوينت يرجع لمين؟ للجنريشن. هاي اتجاه كيو، لانه اتجاه كيو راح يكون من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل، فهذا بسبب عندنا الكاباسيتيف افكت في حاله النو لود. فعشان هيك بدنا شيء ياخذ هاي الكاباسيتيف قاعد ترجع او هاي الكيو اللي جنريتد من الكاباسيتيف افكت. طبعا في الترانسميشن لاين احنا في عندنا تو كاباسيتورز، في كاباسيتور تاثيرها جاي من اللاين تو لاين، وفي كاباسيتور جاي عندنا من اللاين تو جراوند. فهي الكاباسيتيف افكت بدنا نلغي تاثيره، راح نلغي هاي تاثيره من الكيو جنريتد عن طريق اضافه اللي هو الاندكتر. فهذا الاندكتر كانه احنا حطينا لود، فهذا الاندكتر راح يمتص هاي الكيو. ففي هذا المثال بده انك تحط اندكتر بحيث انه تخلي قيمة الـ VR هي نفسها قيمة الـ VS. VR راح تساوي قيمة الـ VS بتساوي 500 كيلو فولت. فإذا احنا راح نصمم اندكتر، هسا هذا الاندكتر كيف بيلزمه قيمتين اللي هو الريتد ميجا بار وقيمة الاكس اللي له. هاي راح يوجد لي اياها من البرنامج الثنتين حسب القيم اللي انا راح ادخلها. فننتقل الان للماتلاب عشان نشوف اي حاله راح نختار. طبعا بنشوف عندنا انه رقم 4 بتمثل open end line والinductive compensation. ف
فرح نختار رقم 4. بدنا السندينج اند لاين تو 9 فولتج هو عباره عن 500 كيلو فولت زاويه 0. طبعا بدنا هسه الديزايرد نو لود ريسيفينج اند فولتج لما نوضع هذا الشانت رياكتر، فعندنا قيمه اللي راح نصمم عليها هي 500 كيلو فولت. فعندنا قيمه الشانت رياكتر رياكتنس اللي هي يعني الاكس ال 1519.4 اوم، وقيمة الريتنج لهذا الشنت رياكتر. طبعا الريتنج لأي رياكتر أو كبستر من بالميجا فار راح يكون، فعندنا قيمة ال، فإذا راح بلزمنا شنت رياكتر إله قيمة الميجا فار 164.538 والإكس إله 1519.4 أوم عشان أحصل على 500 كيلو فولت على الريسيفينج إند بوينت في حالة النو لود. فهاي الحالة بالنسبة للنو لود. فإذا نرسم الفولتج بروفايل قبل الكومبنزيشن وبعد الكومبنزيشن. فقبل الكومبنزيشن كانت أن الجهد مع زيادة الطول يزداد في هذا الشكل، لكن بعد الكومبنزيشن فإن الجهد تقريبا من هي يصير ثابت على أن الأس آي إل. طبعا إحنا هاي الحالة، هاي حالة الأس آي إل، فهاي الحالة الأنكومبنزيتد وهاي الحالة اللي مع كومبنزيشن. في حالة الـ open line أو الـ no load، الرقم A أو الفرق A بدنا نوجد الـ receiving end والـ sending end currents لما تكون عندنا نحط نعمل short circuit اللي هو الـ receiving end point، يعني كأنه صار عندنا fault على هذا الـ transmission line. فهي طلعنا الـ voltage profile في حالة الـ uncompensated وفي حالة الـ compensated transmission line. فهي عندنا sending end point وهي receiving end point، هي طول الـ transmission line، يعني بزيادة طول الـ transmission line احنا شفنا انه الجهد راح يصير يزداد. فعندنا كانت sending end point كانت 500 كيلو فولت، بعدين صارت تزداد لأكثر من هاي القيمة في حالة الـ no load. احنا بدنا desired no load يصير 500 كيلو فولت، هو نفسه يعني الـ V sending. ففي هاي الحالة مهم جدا انه نشوف كيف البيهيفير لهذا الترانزميشن سيستم في حالة الانكمبنزيت وفي حالة الكمبنزيت. طبعا في حالة الشورت سيركت هاي الرقم 5، بس احنا كتبنا تمام مرة، كمان مرة راح نكتب عندنا رقم 5 بدنا sending end line to line voltage اللي هو راح يكون 500 كيلو فولت 0. فهي عندنا line short circuit at the receiver. شوف الحالة اللي بعدها رقم A. في الحالة الأولى أو الفرع الأول لما كان عندنا اللود قيمته 100 ميجا وات والباور فاكتور 8 بالعشرة، كان عندنا الفولتج ريجوليشن قيمته 34.16. طبعا هاي القيمه تعتبر غير مقبوله، ان اكسبتابل. فعشان هيك بدنا نعمل امبروفينج لللاين بيرفورمانس. في عندنا طريقتين، اما نستخدم السيريز او الشنت كاباسيتورز. فعشان هيك اول حاله رح نستخدم الشنت لحاله، بعدين سيريز لحال، بعدين الشنت والسيريز يكونوا مع بعض. فاول حاله بدنا نوجد قيمة الميجا فار والكاباسيتانس لهذا الشنت كاباسيتر اللي راح نوضع على ريسيفينج اند بوينت عشان يخلي لي الجهد قيمته 500 كيلو فولت لما سندينج اند بوينت فولتج 500 كيلو فولت. يعني هاي الحالة هي عندنا سندينج اند بوينت، هي عندنا ريسيفينج اند بوينت، جينا حطينا لود هون، بعد ما حطينا اللود لاحظنا انه الفولتج ريجيليشن قيمته عالية، فعشان هيك لازم نحسن من البيرفورمانس لهذا الترانسميشن لاين، فاضفنا هون كاباسيتر. هاي الحاله الاولى. هسه هذا الكاباسيتر انا بدي اصممه انه يخلي لي الجهد هون قيمته 500 كيلو فولت. فبدنا نشوف كيف راح يتعامل مع هاي الحاله. فعندنا هاي الكاباسيتيف كومبنسيشن اللي هي رقم 6. اول شيء بحكي لك بدك تختار انه تستخدم شنت كاباسيتيف لحال او سيريز كاباسيتيف لحال او سيريز وشنت مع بعض. فراح نختار بس الشنت كاباسيتيف في هاي الحاله.
بدنا السندنج اند لاين تو لاين فولتج 500 والريسيفنج اللي هو الديزاير اللي بدي اوصل له 500 كيلو فولت والقيمه صفر. عندنا اللود قيمته 800 ميجا وات والبار قيمتها 600 ميجا بار. فهي قيمه الريكوايرد شانت كاباسيتر. طبعا هاي قيمه الاكسي 407.267 اوم، قيمتها في السيب المايكروفراد، وقيمه اللي هي الريتنج لهذا الكاباسيتر اللي بدنا نحطه عشان نخلي قيمه الجهد على الريسيفنج ان بوينت تساوي قيمه او تساوي 500 كيلو فولت، قيمتها 613.849 ميجا بار. فكان عندنا الفولتج ريجوليشن قبل الكومبنسيشن اللي هو كان عندنا 34 صار 7.5. هنشوف الفرق الكبير اللي عمله هذا الشنت كاباسيتر اللي حطيناه عشان نحسن من اللاين بيرفورمانس. في الحالة الثانية بدنا نضيف سيريز كاباسيتر في 40% بيرسنت كومبنسيشن. 40% بيرسنت كومبنسيشن احنا كنا ترانزميشن لاين له ار وقيمة ال 40% بتمثل اللي هي 40% من قيمة الاكس الموجودة هون. هاي المقصود في 40% بيرسنت كومبنسيشن، طبعا في نفس اللود عندنا وال 500 كيلو فولت. طبعا السيريز كاباسيتر مش الهدف الاساسي منها، مش بس انه نحسن اللاين بيرفورمانس، لا لها الهدف الاكبر كمان على اللودابيلتي والاستابيلتي لهذا الترانسميشن سيستم. فعن طريق السيريز كاباسيتر بنقدر انه نزيد اللودابيلتي لهذا الترانسميشن لاين. ايش يعني اللودابيلتي؟ يعني قدرة الترانسميشن لاين على نقل الباور. فعن طريق السيريز كاباسيتر راح يقلل من الاكس الكاملة هاي الموجودة هون. طبعا هي هون اكس توتال جديدة راح يصير عندنا راح تكون قيمتها الجديدة اللي هي XL ناقص الاكس اللي انت ضفتها سيريز، يعني هون حطينا كمان سي. طبعا اللودابيلتي اللي هي راح تساوي باور عندنا السيندينج والريسيفينج هنا اكس، هاي عندنا كمان ساين اللي هي الباور انجل. فعندما تقلل قيمة الاكس راح تزيد قيمة اللودابيلتي للترانزميشن لاين. عشان هيك احنا عن طريق اضافة السيريز كاباسيتر بنزيد اللودابيلتي لهذا الترانزميشن سيستم. فننتقل الان للبرنامج عشان نشوف تأثير السيريز كاباسيتر. فهي بده نسبة الكومبنسيشن راح نخليها اللي هي عندنا 40%. فبلزمنا سيريز كاباسيتر له قيمة الاكس 42.8476 وله قيمة السي في هاي القيمة وقيمة الميجا بار 47.4047 ميجا بار. بنلاحظ انه اذا عملنا 40% كومبنسيشن راح يقل من 34 ل 19.4322 فولتج ريجوليشن. طبعا هاي قيمة 42.8476 من وين اجت الاوم؟ احنا بدنا 40% كومبنسيشن، فاجينا على قيمة ال لهذا الترانزميشن لاين كانت 97% ملي هنا لكل كيلومتر. لو جينا نوجد ال XL لهذا الترانزميشن لاين طبعا كتوتال، فبنيجي بنضرب هاي القيمة ضرب 300 كيلومتر، بعدين بنضرب ب 1000 عشان اخذها لهنري، بعد هيك احولها ل XL بضربها ب 2 باي اف، اي ان اف 60 هرتز، فبوجد قيمة ال XL. فعندنا قيمة ال XL راح تطلع 109.65 تقريبا. فبدنا XC تكون قيمتها 40% من ال XL، فاضربها ب 40% راح تطلع عندنا القيمة اللي اوجدنا اياها البرنامج اللي هي required series capacitor اللي هي 42.8476. هاي عندنا قيمة الـ receiving end current والـ sending end voltage الى اخر من هاي القيم. بالنسبة للفرع الثالث، الفرع الثالث بده ايانا نستخدم السيريز والشنت كاباسيتر او الشنت كومبنسيشن مع بعض. فعندنا بدنا سيريز كومبنسيشن بقيمة 40%
طبعا. وكمان بدنا الشنت كاباسيتر عشان نخلي الجهد 500 كيلو فولت على الريسيفنج اند بوينت لما يكون عندنا سيندنج اند بوينت كمان 500 كيلو فولت. فنيجي للحالة رقم 3، هنا نختار السيندنج اند لاين تو لاين فولتج هو 500، الريسيفنج 500 طبعا اعتبرها صفر، الميجا وات 800 وهنا 600، عندنا هون قيمتها 40%. طبعا هاي انا هسه استخدمت الشنت والسيريز مع بعض، فعندنا قيمة الشنت اللازمة 432 اوم هاي الاكس الها، وقيمة الميجا بار 577، طبعا هاي قيمة السيريز 37 و 72 ميجا بار. نلاحظ انه صار عندنا البرسنتج فولتج ريجوليشن لما استخدمت الطريقتين مع بعض 4.416 1.9%، طبعا كان 36 صار قيمته 4.5 تقريبا. فهي بالنسبة للشنت كومبنزيشن، شنت والسيريز كومبنزيشن، او خلينا نقول الكاباسيتيف كومبنزيشن. فعندنا شنت كومبنزيشن بنستخدمه في حالة الهيفي لود. فعندنا في حالة الهيفي لود انه لاحظنا لما نيجي نرسم الفولتج بروفايل في هاي الحالة انه الجهد راح يصير يقل مع زيادة الترانزميشن لاين او زيادة اللودينج على هذا الترانزميشن لاين. فاحنا شو جينا عملنا؟ جينا ضفنا كاباسيتر، لانه احنا عندنا قيمة الكيو قاعدة اللي باخذها اللود كبيرة، فعشان هيك احنا ضفنا كاباسيتر راح يصير يعوض. فهي الكاباسيتر راح يخلي تقريبا الجهد عندنا ثابت، طبعا حسب الحالة انا اخذتها، يعني هون مش الجهد ثابت انه دائما بخليه ثابت، لانه انا اخذت الجهد السندينج هو نفسه جهد الريسيفينج. بدنا نوجد هسه اللاين فولتج بروفايل لهي الثلاث حالات. اول اشي في حالة النو لود، في حالة الريتد لود، طبعا هاي رسمناها من قبل اللي هي النو لود، وحتى الريتد لود اللي هسه رسمناها، يعني الريتد لود او الهيفي لود. طبعا في حالة الاس اي ال، حالة الاس اي ال لما حطينا زد قيمتها 290 اوم كان تقريبا جهد السندنج هو نفسه جهد الريسيفنج. وفي حالة الشورت سيركت لاين، في حالة الشورت سيركت لاين يعني انت لما تعمل شورت سيركت على ترانسميشن لاين يعني الجهد راح تخليه زيرو عليه، يعني راح يكون عندنا التيارات عالية جدا والجهد صفر. بس نشوف كيف راح يكون شكل البروفايل لهذا في هاي الحالات. فعندنا راح نختار loadability curve and voltage profile رقم 8، راح نختار بما انه احنا بدنا voltage profile curve راح نختار رقم 1. عندنا سيندنج اند 500، الريتد راح ناخذ القيم الاولى، نرجع للسؤال طبعا بده اياها القيمه بالميجا فولت امبير، عندنا هون القيمه معطيني اياها بالميجا وات، وعندنا باور فاكتور، ف 800 تقسيم 8 بالعشره بيطلع عندنا 1000 ميجا فولت امبير، باور فاكتور 8 بالعشره. هاي عندنا الفولتج بروفايل لاكثر من حاله، فهي في حاله النو لود انه صار عندنا جهد الريسيفنج، بنلاحظ انه صار عندنا جهد الريسيفنج اكبر من جهد السندنج. في حالة الـ SIL تقريبا انه الجهد على جميع النقاط على الترانزميشن لاين راح يكون واحد. في حالة الـ Rated Load لانه الجهد راح يصير يقل. في حالة الشورت سيركت طبعا راح يكون الجهد يوصل لصفر. في حالة الـ Rated Load ما بيوصل لصفر، لكن راح يصير في عندنا يقل، راح يقل هذا الجهد. فعملنا احنا Compensation Methods. فهي الـ Compensation Method الاول طريقة استخدمناها اللي هي الـ Shunt Reactor. في النو لود كان في عندنا زياده في الكاباسيتيف افكت، او يعني الكيو جنريتد اللي في هذا الترانسميشن لاين عالي جدا، فبدنا شيء ياخذ هاي الكيو، فاستخدمنا اللي هو الشنت رياكتر. في حاله الريتد لود في كان عندنا انخفاض كبير في الجهد على الريسيفنج اند بوينت، عشان هيك ضفنا اللي هو الشنت كاباسيتر عشان يساعد هذا الباور سيستم او يحسن البيرفورمانس هذا الترانسميشن سيستم، او عن طريق اضافه اللي هو السيريز كومبنسيشن او السيريز كاباسيتر لهذا الترانزميشن لاين. ننتقل الان لاخر مطلوب وهو اللاين لودابيليتي كيرفز. طبعا معطينا انه اللاين كارنت كارين كاباسيتي قيمته 3500 امبير لكل فيز. طبعا كمان لازم يكون معروف معكم اللي هو الريتد فولتج، راح نعتبره احنا هون 500 كيلو فولت في هاي الحالة. فعشان هسه نيجي ل ماتلاب، راح نختار هسه اللاين لودابيلتي كيرفز رقم 2،
طبعا في حالة راح ياخذ اللودابيليتي كير في حالة لوسلس لاين. قلنا سندنج اند لاين تو لاين فولتج 500 كيلو فولت، الريسيفنج اند 500، الريتد 500، الامبير 3500 امبير لكل فيز. فهاي عندنا راح يورجينا اللي هو الثيرمال ليميت، وعندنا الفولتج دروب ليميت، وعندنا الاستابيليتي ليميت. في عندنا 3 ليميتس في هاي الحالة. أول ليميت هو الثيرمال ليميت، هذا بيظهر اللي هو عندنا أنه يكون هنا أقل من 80 كيلو متر اللاين لينكس. بعد هيك عند تقريبا ل 300 كيلو متر عندنا الليميت الأكبر، عندنا اللي هو الفولتج دروب ليميت، ثم أكبر من ال 300 كيلو متر الليميت راح يكون تأثيره الأكبر هو عبارة عن الاستابيليتي ليميت. فلما كنا نيجي نرسم كان أول إشي عندنا اللي هو الثيرمال ليميت، ثم الفولتج دروب ليميت، ثم الاستابيليتي ليميت حسب الطول. طبعا عند الشورت ترانزميشن لاين كان التأثير الأكبر للثيرمال ليميت تقريبا 300 كيلو متر، أو نعتبره من ضمن الميديم ترانزميشن لاين كان عندنا الفولتج دروب ليميت، ثم كان التأثير الأكبر بعد 300 كيلو متر للاستابيليتي ليميت في هاي الحالة.